أهلا بكم مشاهدي الكرام. في حلقة سابقة تحدثنا على قضية اللي هي قضية التوعية للشباب المقبلين على الزواج، لما له من انعكاسات إيجابية على تأسيس مؤسسة الزواج من خلال جمعية أسرتي، اللي كان استضافة لهم قبل ذلك، واللي هي بتعنى بكل القضايا التي تؤسس لمرحلة مهمة ومرحلة هادفة من مراحل تأسيس الأسرة والمجتمع الأردني بشكل عام. في حلقة سابقة تحدثنا على التوعية القانونية لما قبل الزواج أو في فترة الخطبة. اليوم سنتحدث عن البعد النفسي والاجتماعي للشباب المقبلين على الزواج. فاسمحوا لنا أن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور فكري دويري، وهو عضو في جمعية أسرتي. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا دكتور فكري، وطبعا بتشرفنا، وأكيد يعني إحنا عم نستضيف أعضاء كثر من جمعية أسرتي، واليوم الحديث عن ربما التهيئة النفسية والاجتماعية للمقبلين على شباب وصبايا المقبلين على الزواج. هلأ ممكن حدا بسمعنا بقول طب ما هو زمان كانوا جدادنا وآبائنا وأمهاتنا يتجوزوا على البركة والأسر تعيش ومبسوطين ويخلفوا صبيان وبنات زي ما بيقولوا، الأمور كانت ماشية. هل عصرنا الحالي أصبح أكثر تعقيدا لدرجة أنه صار لازم الواحد يعمل تجهيزات ما قبل الدخول إلى الحياة الزوجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر التلفزيون الأردني على إتاحة هذه الفرصة لجمعية أسرتي. أهلا وسهلا. نحن في جمعية أسرتي نعتقد أن قمة السعادة هي سعادة الإنسان في بيته طبعا. فمن كان سعيدا في بيته كان بين الناس سعيدا بالفعل، ومن كان منغصا في بيته كان بين الناس منغصا. ولهذا نحرص في جمعية أسرتي على أن نوجه الشباب المقبل على الزواج توجيها سليما في اختيار شريكة حياته، الزوج في اختيار زوجها والزوج في اختيار زوجته، حتى يكونان معا أسرة سليمة تكون لبنة صالحة في بناء المجتمع. نعم. طيب دكتور، يعني قضية الزواج يعني هي مش قضية سهلة ما بعتقد، وخصوصا يعني دائما يقولون الخبراء والدراسات والإحصاءات إنه فترة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج هي مرتفعة جدا، ليس في العالم العربي فقط ولكن في كل العالم بشكل عام. فقضية يعني التهيئة، يعني يمكن التجربة الماليزية نجحت لأنها لقت عندها نسبة الطلاق كثيرة جدا وخصوصا في السنوات الأولى، فعملوا دراسات وبحثوا واكتشفوا إنه في عندهم مشكلة في السنوات الأولى من الزواج، وبالتالي لازم كان مظبوط إنه لازم كان كل شاب وشابة مقبلة على الزواج ينعملهم دورة تأهلهم ناجح راسب، رخصة قيادة أسرة بسموها مزبوط. يعني بماليزيا يعني هل يستطيع أن يتزوج؟ إحنا نحكي على رسالة الزواج بشكل عام حتى نفوت على التهيئة النفسية والبعد النفسي والاجتماعي. هو يمكن أن نتحدث عن الحكمة من الزواج ورسالة الزواج. إذا أدرك الشباب المقبل على الزواج أن الغاية من الزواج متضمنة في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، وبالرحمة الحنو والشفقة، الحنية والشفقة. حكي عن خالد بن يزيد بن معاوية قال كان أبغض خلق الله إلى قلبي آل الزبير، والعداء التاريخي بين آل الزبير والأمويين معروف، حتى تزوجت منهم رملة فأصبحوا أحب خلق الله إلى قلبي. سلام. حتى قال شعرا قال أحب سلام. بني العوام طرا لأجلها، بعدين أحلى من ومن أجلها أحببت أخوالها يعني. كلبا طبعا. أيضا لابد أن يدرك المقبل الشباب المقبل على الزواج أن الزواج فيه بعد، فيه صلاة رحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الزواج فيه تعارف بين الأسرتين، بين عائلتين، بين صهرة. البشرية جمعاء، شراكات جديدة، التواصل. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. توسع مفهوم الرحم بسبب الزواج حتى وصل إلى آدم. إذن الزواج فيه بعد إنساني.
بحيث ينظر الإنسان إلى كل من يمشي على الأرض أنه أخوه في النهاية، الصلة إلى آدم. عداك دكتور عن حكمة يعني استمرار البشرية، يعني لولا الزواج أكيد انقرضت البشرية. نعم. والتكاثر وتكثير النسل وغيرها. نعم، في بعد إنساني. بدليل جاء رجل دخل يستأذن على معاوية، قال قولوا لمعاوية أخوك في الباب للحرس، فأخبروا معاوية، قال كيف لا أعرف إخوتي، إذنوا له. فلما دخل قال أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. قال رحم مقطوعة لأكونن أول من وصلها. يجب أن يفهم الشباب المقبل على الزواج أن الزواج رسالة عظيمة ووظيفة لا تستقل عن وظيفة الوجود الإنساني برمته. ليس الغرض من الزواج فقط الناحية الجنسية، الزواج أسمى من ذلك. يكفي أن نقول أن الحقوق والواجبات في الإسلام أو يعني في الزواج محصنة برباط مقدس، رباط مقدس يحفظ الحقوق والواجبات من الطرفين، يؤسس لأسرة سليمة، يؤسس للبناء الإنساني السليم على أساس التراحم والترابط بين البشرية. فليس الهدف من الزواج التكاثر البشري، الزواج امتداد للفضيلة والحياة، امتداد للإيمان والعمران. ليس الهدف أجيال تأكل وتشرب وتتنعم، إنما أجيال تحقق الغاية من الوجود الإنساني ورسالة اللي هو إعمار الأرض. إعمار الأرض. نعم. طب حتى نحقق هالتكوين هذا اللي أمرنا فيه سبحانه وتعالى لازم يكون الاختيار سليم وصحيح، وإلا ستفشل كل هالمعادلة أو هالشراكة. لو يعني لازم يكون رأس المال اختياره بدقة. شو الأسس السليمة لاختيار الشريك سواء كان للبنت أو للشاب أو للعائلات والمصاهرة؟ يجب مراعاة أسس الاختيار السليمة بحيث تتضمن بمجموعها التقارب بين الزوجين من حيث العمر والمستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي، لأن هذا في النهاية يحرص على تحقيق استقرار الأسرة. توازن بصير في اختيار بينها. نعم توازن لابد، يعني يجب أن نعود إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه الشباب. الزوج كيف يختار الزوجة، والزوجة كيف تختار الزوج. في اختيار الزوج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولهذا جاء رجل للحسن البصري قال له يا إمام إن لي بنتا كثر خطابها، فمن ترى أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. طبعا. وفي اختيار الزوجة تنكح المرأة لأربع، لمالها لجمالها لدينها لحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. وأرجو أن لا يفهم فقط يعني ذات الدين أن لا تكون جميلة أو أن لا يكون لها حسب ونسب، لا، هذه معايير اختيار. يجب أن نراعي الجمال والنسب وحتى لو كانت ذات مال، لكن بشرط أن تكون صاحب الدين. لأنه في شباب بتعرفوا وفي صبايا كمان يعني عم بيركزوا على واحدة فقط من هاي النواحي. يعني بالعادة الصبية بتنظر للجانب المادي في العريس، يعني خلينا واقعيين، عادة هلأ صار كثير عم بتطلعوا إنه والله ما شاء الله مقتدر هالشاب وإجا يطلب إيد بنتنا على طول بيعطوه. اللي عم بصير بالطرف الآخر إنه بيدور على الجمال أولاً، والله وصار كمان بالنسبة لإنها موظفة وإنه عندها راتب وكذا. فيبدو إنه المعايير بأيامنا هاي تخربطت شوي وتشوهت، يعني ما عم بيكون في بعد إنساني حقيقي في تعارف الشاب والفتاة أو تعارف أهاليهما. يعني عم بتصير هاي المعايير عم تطفو على السطح أكثر من المعيار الإنساني البشري اللي إحنا بدنا إياه فعلاً الأخلاقي. نعم. وفي فوضى، حتى في فوضى في عملية الاختيار. وعشان هيك لما يساء الاختيار النتيجة حتمية. هذه مشكلة بالفعل. يعني كثير من اختيار اليوم بناء على لقاء عابر أعجب بها لجمالها فيطلب من أهلي أن يذهبوا لخطبتها، ويعجبت فيه لسيارته أو أعجب بسيارته. يفاجئ هو حتى أثناء الخطوبة كان تخطب صاحب الشركة كاسيرة إنه هذا الجمال الجسدي يخبئ تحته يعني سلوك سيء وقبح نفسي ودمامة في الخلق إلى آخره. وأيضا كثير من النساء
إذا رأت شابا وسيما أو غنيا موظفا كبيرا أو صاحب شركة أو أموال أو يعمل في دولة يعني خارج الأردن فورا تقبل به انبهار، لتكتشف أنه فيه فرق يعني بالأمزجة والثقافة والميول بالفعل. وأنه يحمل طبع سيء دكتور يعني هذه مشكلة دكتور طبعا. بس هذه مطالب منطقية، يعني أنا أو كل أحدا بحب يكون لابنه أو لبنته مواصفات اللي هي كمان يعني زي إحنا على رأي أهالينا إنه إذا إحنا كافحنا ما بدنا بناتنا يكافحوا مثلا في الحياة الأسرية، مش يعني إذا كان غنيا فبها ونعمت أيضا، يعني هاي ميزة. بس هي فترة الخطوبة هي مرحلة مهمة كتير إنه نكتشف، معلش قد أكون يعني بنتي أو ابنتك أو ابنها اختار صبية مثلا لأنه بس عجبته، هلا فترة الخطبة يمكن تصفي لك الأمور أو هي تصفي لها الأمور، هلا كيف إحنا ممكن يعني نعمل خطوات في الخطوبة اللي هي ما قبل الزواج، إحنا كأهالي نساعد أولادنا نساعدهم إنه هل يستمروا في هذا المشوار يكملوه حتى ينجحوا ولا ما يكملوش بناء على إيش؟ أنت حكيت لي امبارح ثلاث أشياء عجبتني. أنا حتى أتكلم يعني بشكل يتسع لي الموضوع يطول. الذي يقبل على الزواج لابد أن يتهيأ جسديا وماديا وأيضا لابد أن يتهيأ نفسيا وتربويا. أيوة كيف؟ طبعا يمكن أن نلخص الأمر بكلمات ثلاث. أيوة أولا الزواج مسؤولية. مسؤولية إذن. والزواج تضحية وقبول للآخر أو قبول الاختلاف مع الآخر. الزواج مسؤولية. كما تعلمون الشاب قبل أن يقبل على الزواج عندما يكون في بيته كان مسؤولا عن نفسه عن أهله عن أصحابه عن عمله وعن الجل تبع شعره بس والجل تبع شعره نعم وعن جل وعن التلفون وعن، لكن يجب أن يعلم أنه إذا أقبل أو أقدم إلى الزواج خلاص. الآن هو أمام مسؤولية خامسة هي الأهم، مسؤولية زوجة وبيت، زوجة وبيت ومتطلبات أطفال لاحقا. إذا كان يشعر أنه قادر على أن يوفق بين هذه المسؤوليات المتعددة فليقدم إلى الزواج، عشان هيك في كتير أما شباب. إذا كان غير قادر فليتريح. عشان هيك دكتور في كتير شباب بقول لك أنا من أول ما تجوزت وأنا مخنوق، بعده مش متهيئ لفكرة أنه يعني خلص بدك تتزوج، معناته في مواعيد مثلا لازم تدخل فيها على البيت، في متطلبات لزوجتك، في متطلبات لأولادك لبيتك، وكذلك الحال على فكرة البنت، يعني البنت في عند بيت أهلها بجوز تكون مدللة عم تروح من الجامعة بتنام لها 4-5-6 ساعات، هلأ بتصير مسؤولة عن إعداد طعام وعن راحة زوجها نفسية وإعداد الكثير من المتطلبات والمسؤوليات، فبالفعل قضية المسؤولية كتير مهمة. يعني المشكلة في المقبلين على الزواج يظن أن الزواج ليلة عرس وفرح فستان أبيض، يعلمون الزواج بعد ذلك مسؤوليات. الزوجة مسؤولة في بيت أهلها كانت مسؤولة عن نفسها، حتى الطعام والشراب تقوم الأم بإعداد الطعام والشراب. أما الآن هي مسؤولة عن البيت، مسؤولة عن الزوج، متطلبات البيت، عن ترتيب البيت، تنظيم البيت، عن الأولاد بعد ذلك طبعا. إذن المسؤولية كبيرة. ولهذا في الغرب كانوا يقولون إذا حدث مشكلة اجتماعية يقولون فتش عن المرأة. نحن لا نقول فتش عن المرأة بالفرنسي. نقول فتش عن المرأة وعن الرجل، فالمسؤولية مشتركة بينهما، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلينا نروح على موضوع قبول الاختلاف في الآخر. يعني مش لازم يكون هو مثلا نباتي هو لازم يكون نباتي مثلا. نعم مش لازم هو إذا بحب الأبيض لازم هي تحب الأبيض بالضرورة. يعني كما تعلم الزوج من بيئة وهي من بيئة ثقافة إذا كان أولاد عام اجتماعيا ومن كل النواحي. حتى لو حرص أن يبحث عن ابنة بيئته لا يمكن أن يكون هناك تطابق 100%. 100% طبعا هناك اختلاف بالأمزجة، اختلاف بالميول، بالرغبات، بالتوجهات. إذن هذا سنة الاختلاف سنة إلهية جاري في الكون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إذن القضية مقدرة، فما بالك من الزوجين وكل واحد من بيئة، كل واحد من جنس، لأنه الذكر مختلف عن الأنثى. كل واحد إذا لابد أن هاي بتحب تحكي كتير، مثلا أنثى هو بحب الصمت، هو بحب يطلع لما يزعل، هي بتحب تضل. لابد أن يهيئ الزوج نفسه للاختلاف مع زوجته، والزوجة تهيئ نفسها للاختلاف مع زوجها. والحياة الزوجية لا يمكن أن تنجح، البيت لا يمكن أن يستقر إلا إذا أعطى الزوج زوجته هامشا، وإذا أعطت الزوجة زوجها هامشا طبعا. ضمن هذا الهامش حرية. اللي هو في دائرة المباح طبعا، إذا قبل به كل طرف
يمكن وانا سمعت امبارح قول كثير حلو، لا تنتظر ان يكون شريكك الشخص المناسب، كن انت الشخص المناسب، بعدين هو بصير كمان مناسب يعني، فما يضلش الواحد يعمل توقعات كبيره، يعني اصلح نفسك بعدين اصلح الطرف الاخر. يعني لابد من تناسبات من الطرفين بالفعل حتى يعني ينجح الزواج باذن الله. الحديث بقية دكتور. الحديث بقية إن شاء الله. أنا بدي أشكر حضرتك، شكرا لك، صباح طيب إن شاء الله. أهلا ومرحبا، بارك الله فيكم. شكرا دكتور.